مرحبا، مساء الخير، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا كندية. معنا أيضا حلقة مثل كل حلقة مثل كل أسبوع، ليسوا ضيوف لكن دائما بنقول أنهم أصحاب هذا البرنامج، الدكتور نور القادري والأستاذ حسن غية. مرحبا فيكم أستاذ حسن ودكتور نور. مرحبا بك دكتور هشام ودكتور نور، ومرحبا بجميع المشاهدين والمستمعين. أسعد الله مساءكم جميعا. طبعا احنا اليوم موضوعنا موضوع مهم، زي كل حلقة مواضيعنا مهمة، لكن قبل ما ندخل في موضوع الحلقة بدنا عنا شوية أخبار. ياريت نبلش في عرض الأخبار، آخر الأخبار لهذا الأسبوع. طبعا هي زي ما احنا قلنا دائما كل أسبوع صار له فترة أخباره حامية، لكن احنا بنختار التوب. في قضية الأمن المحلي، تعرض مسجد بيت الكريم في كامبريدج أونتاريو لاعتداء إلى تخريب كامل وسرقة ممتلكات بعشرات الآلاف من الدولارات فيما وصف بأنه عمل كراهي. أنا حابب أقول شغلة، أنه المسجد هو من مساجد بيوت الطائفة الأحمدية. الطائفة الأحمدية معروفة بأنها طائفة من أكثر الطوائف المسالمة، يعني ما عندهم مش تطرف، ما بيعتدوا على حدا، كمان زي أغلبية الطوائف الإسلامية ما عندها أي موقف مضاد أو أي اعتداء، لكن سبحان الله الكراهية لا تعرف إلا العمياء زي ما بقولهم. في قضايا تغيير المناخ، إعصار قوي يضرب مدينة باري يتسبب بالضرر للعديد من المنازل وإخلاء 1400 منزل في بريتش كولومبيا. طبعا هذا بالتزامن مع فيضانات أوروبا، في تحديدا غرب أوروبا في ألمانيا وبلجيكا، اللي تسببت بأضرار جسيمة وخسائر وفقدان كمان مئات الأرواح، في مئات من الأرواح فقدت، وفي مئات في عداد المفقودين. نعرف إنه في هيك حالات بالعادة اللي بيكون في عداد المفقودين معناته 90% يعني متوفي. في جائحة كورونا، ازدياد عدد الإصابات والوفيات عالميا بسبب متحور دلتا الجديد، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من خلط اللقاحات. في السياسة الفيدرالية والمقاطعات، الأحزاب السياسية في كندا تبدأ حملاتها الانتخابية تحسبا للانتخابات. طبعا هذا جزء من موضوع حلقة اليوم. في الاقتصاد، بنك كندا يؤكد أنه سيقوم بالسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار إذا ما استمرت الضغوطات. في السوشيال تريندينج، انتشار وسم اليوم العالمي للبوظة في كندا وأمريكا مع صور متعددة للرئيس بايدن وهو يتناول البوظة بنهم. كان في صور هيك مضحكة، الرئيس بايدن هو عم باكل البوظة بشكل يعني بنهم وبشكل شوية مضحك، فكان هذا الشيء اللي ماشي تريندينج خلال هذا الأسبوع. طبعا اليوم هلأ بعد نهاية الأخبار ننتقل لموضوع الحلقة، وهو هل أنت مستعد للانتخابات الفيدرالية القريبة، وهل الأعزاب أحزاب مستعدة. بس خلينا يعني لما ندخل على موضوع الانتخابات، يعني احنا عارفين ان الانتخابات المفروض انها باخر 2023، لكن هلا في احتمال لانها تكون يمكن خلال هاي السنه او في هذا الخريف. فممكن بس في كتير ناس بتتساءل ليش الانتخابات المفروض انها بعشرة 2023، فياريت نجاوب الناس نقول لهم ليش يحتمل ان الانتخابات تكون بهاي السنه. نبلش معك استاذ حسن. شكرا جزيلا. اولا قبل ان اجيب على السؤال او اعقب على المقدمه او على الاخبار، تفضل الدكتور هشام وعندما تحدث عن الاعتداء على احد المساجد ذكر ان الطائفه الاحمديه طائفه معروفه بسلميتها وعدم اعتدائها على الاخرين، وانا اوافقه كل الموافقه على هذا، ولكن يجب الا يشتم من هذا الكلام ان المساجد الاخرى التي يتم الهجوم عليها أو الاعتداء عليها أنها غير مسالمة. مساجدنا كلها ولله الحمد في كندا معروفة بعملها الدؤوب حسب تعاليم الإسلام والثقافة الإسلامية للعيش المشترك واحترام الآخر والتعامل مع المجتمع.
الذي استقبلنا والذي نحن جزء لا يتجزأ منه، وبالتالي الاعتداء على أي مسجد أو أي دار عبادة سواء كانت دار عبادة إسلامية أو غير إسلامية هذا أمر مرفوض، ويجب علينا جميعا كمجتمع أن نعمل ضد هذا. أنا بس عشان أقول شغلة لأنك تكلمت، أنا طبعا أنا قلت كأغلب الطوائف الإسلامية هي طائفة مسالمة، بس ليش ذكرت هالكلمة؟ لأنه في ناس للأسف في كندا بتربط السنة مثلا بالقاعدة وفي داعش وكذا، وبتربط الشيعة في إيران وفي في في غيرها. الأحمدية بالذات ما إلهاش أي ربط في أي في أي شيء، يعني ما في أي، طبعا كل المساجد في كندا مساجد مسالمة، وكل ما كل الطوائف الإسلامية في كندا مسالمة. دكتور هشام أنا أوافقك الرأي ولا أريد أن لا، أنا بس بحكي ليش حكينا عشان مفهوم الكندي المفهوم، إحنا عم بحكي من المفهوم الكندي إنهم أحيانا في منهم طبعا وهذا غلط بربطوا السنة بالإرهاب اللي عملته داعش وغيرها، وبربطوا الشيعة طبعا هذا الحكي ما له علاقة، لكن ورسالة برنامجنا دكتور هشام منذ البداية هو التوعية والتثقيف ورفض هذه المفاهيم المغلوطة، وبالتالي دائما يجب أن نركز على أن الاعتداء على أي مسجد من المساجد هو اعتداء مرفوض، وهو عمل إرهابي ويدان صاحبه فاعله، ويجب أن يعاقب فاعله. يعني هذا أمر محسوم، ويجب أن وفي التكرار فائدة، يجب أن نكرر دائما سواء هنالك داعش أو غير داعش، إيران أو غير إيران، أو المسلمون في كندا هم مواطنون كنديون وهم غير مسؤولين عما يحصل خارج كندا. أكيد. ونحن دورنا هنا كمواطنين كنديين هو الدفاع عن أنفسنا والدفاع عن مجتمعنا والعمل يدا بيد مع كل شرائح وكل أطياف المجتمع الكندي لبناء مجتمع سالم، مجتمع يحترم فيه كل أبناء هذا المجتمع. المهم لننتقل إلى موضوعنا هذه الحلقة. فيما مضى كانت الانتخابات في الدستور الكندي يحدد أن الحد الأقصى لأي حكومة في كندا هو 5 سنوات، وبالتالي بإمكان الحكومة بأي وقت من الأوقات قبل 5 سنوات أن تدعو للانتخابات. كان الذي يحصل أن الحكومات تراقب استطلاعات الرأي، عندما تجد أن استطلاعات الرأي لصالحها تحل البرلمان وتدعو للانتخابات. وهنالك حالات كثيرة كانت عمر الحكومة لا يدوم أكثر من 3 سنوات، لأنهم كانوا يرون أن الحكومة الموجودة ترى أنها في تقدم في استطلاعات الرأي، وإذا انتظرت 5 وقتا أكثر لا تدري إن كان سيحصل لها مفاجآت، والسياسيون يكرهون المفاجآت. حصل بعد ذلك تغيير وأصبحت الانتخابات بفترة محددة 4 سنوات كما هي في البلديات. البلديات هي 4 سنوات معروفة، البلديات 4 سنوات، والآن الحكومات أصبحت مبدئيا 4 سنوات، ولم يعد بإمكان الحكومة أن تستقيل فقط لأنها وجدت نفسها في تقدم في استطلاعات الرأي. ولكن الذي يحصل هنالك لكل قاعدة شواذ، هذا الشواذ هو أننا الآن في عندنا حكومة أقلية، ونحن نتبع النظام البرلماني البريطاني. البرلمان البريطاني يدعو إلى استقرار الحكومة، حكومة مسؤولة ومستقرة، وبالتالي في ظل حكومة أقلية الاستقرار غير مضمون، وبالتالي في أي لحظة من اللحظات قد تستطيع أحزاب المعارضة أن تسقط الحكومة. ولكن هنالك نوع من الاتفاق الضمني ما بين أحزاب المعارضة، ليس هنالك أي حزب من أحزاب المعارضة الذي في الوقت الراهن على الأقل يريد أن يسقط الحكومة. ما الذي تفعله؟ الحكومة نفسها قد تسقط نفسها، الحكومة نفسها تراقب استطلاعات الرأي كما كان يحصل في الزمن القديم، تراجع أو تراقب استطلاعات الرأي. عندما تجد أن كما بينا هي حكومة أقلية تحتاج لأكثرية،
في أي وقت تشعر الحكومة الحالية أن استطلاعات الرأي هي مصلحتها ستحل البرلمان وستذهب إلى تتوجه إلى الجمهور إلى انتخابات جديدة لتحصل على أكثرية. ما الفرق بين الأكثرية والأقلية؟ شرحنا هذا في عدة حلقات سابقة. بالضبط. حكينا عن الانتخابات بس عشان نذكر الناس، حكينا في حلقة عن الانتخابات اللي بيحب يرجع لها يرجع طبعا لازم. تحتاج في البرلمان، بما أن نتحدث عن الاتحاد عن الحكومة الاتحادية يعني في المجلس العموم عندها 338 نائب، وبالتالي أي حزب يحصل على أكثر من 170 نائب أو أكثر يشكل حكومة أكثرية، وبإمكانه أن يمر أن يصوت على كل القوانين التي يريدها بدون أن يحسب حسابا للمعارضة. الآن الحزب الليبرالي عنده أقل من 170، إذن حتى يفوز في التصويت في أي قانون من القوانين يحتاج تعاون بعض الأحزاب، لذلك مصيره مرهون برضا هذا الحزب أو ذاك. وبشكل عام كان الحزب التقدميين الجدد الـNDP يتعاون مع الليبراليين لمنح الكنديين حكومة مستقرة، وبالتالي لم يعد هنالك حجة للحزب الليبرالي لإسقاط البرلمان بنفسه. ولكن في المرحلة الأخيرة سمعنا السيد تريدو يقول أن التعاون في البرلمان غير صحي وأن هنالك من يعرقل القرارات، وطبعا نعرف أن هذه هي حجج ليذهب إلى صناديق الاقتراع. ولكن حتى الآن حتى استطلاعات الرأي، أنا قبل أن أخرج معكم على الهواء في هذا البرنامج طلعت استطلاعات الرأي، لا تزال استطلاعات الرأي تشير إلى أن الحزب الليبرالي سيعود إلى السلطة إذا لم يتغير أي شيء. إذا كانت الانتخابات اليوم الحزب الليبرالي قد ينجح في الانتخابات ولكن بحكومة أقلية. أقلية بالضبط. يعني الأرقام مش مشجعة كتير، يعني ليست مشجعة، وهنا لعبة خطيرة بالنسبة للحزب الليبرالي، لأن إذا عاد السيد تريدو يحتاج لحكومة أكثرية ليبقى هو شخصيا في السلطة في زعامة حزبه وفي السلطة. حتى إذا فاز، إذا لم تكن حكومة أكثرية، إذا فاز بانتخابات بحكومة أقلية قد يكون عنده بعض المشاكل مع حزبه نفسه، قد يكون هنالك انقلابات داخل الحزب الليبرالي، وبالتالي لن يدعو للانتخابات إلا إذا ضمن أنه سيحصل على حكومة أكثرية. وحتى الآن لا يبدو في الأفق أن هنالك احتمالات حكومة أكثرية في الوقت الراهن، ولكن كل الصحفيين والإعلاميين يتحدثون عن إمكانية انتخابات في نهاية هذا العام. وهنالك نقطة أخرى لم يذكرها الكثير من المحللين، الانتخابات البلدية التي ستكون في شهر نوفمبر، في بداية شهر نوفمبر. وفي كندا بشكل عام يتحاشون أن يكون هنالك انتخابات على أكثر من مستوى في نفس الوقت، فيدرالية ومحلية، يعني بروفينشال فيدرالية وبلدية وكذا، حتى لا عندما يرى الناخبون صور المرشحين على الجدران وأعمدة الكهرباء حتى لا يكون هنالك خلط بين الأمور، حتى يعرف الناس أن في انتخابات فيدرالية فقط أو انتخابات بلدية فقط. أرجو أن أكون أجبت على السؤال، وسأترك الوقت للدكتور نور، أنا أكيد أنه عنده الكثير للضيفة. دكتور نور عندك إضافة؟ وهل بتعتقد أنه لو راحت الحكومة للانتخابات عندها أي فرصة، خاصة الحزب الليبرالي؟ ما في صوت، ميوت. هنالك شيء مهم جدا بموضوع الانتخابات وهو طرح الثقة في البرلمان. في البرلمان على معظم التصويتات التي تحصل التي تحتاج إلى موافقة مادية وميزانية كبيرة يكون موضوع ثقة. فمثلا الموازنة هي موضوع ثقة. الحكومة عندما تطرح كل موازنة في شهر شباط أو أذار من كل عام هو تصويت ثقة، عليها أن تحصل على نصف البرلمان من الدعم. كون الحكومة هي حكومة أقلية في هذا اليوم، هي بحاجة دائما لدعم حزب الديمقراطي الجديد أو حزب الكتلة الكيبيكية أو أحد الحزبين الذي يمنحها الأغلبية المرجوة حتى تستمر في الحكم. تحجج السيد ترودو أكثر من مرة بسبب الجائحة بأن يأخذ الكثير من
الأمور حيز التنفيذ تحت قصة الجائحة، وأن هنالك حاجة ملمة ومعينة حتى تطرح الأمور، وألا في الأيام العادية أي حكومة يمكنها أن يعني تبذر كالتبذير الذي قام به السيد رودو، قد تسقط في البرلمان في اليوم الأول. هذا يعني ما تعودنا عليه في السنتين الماضيتين من حكم الأقلية الليبرالية في الانتخابات. في سنين سابقة مثلا السيد هاربر كان عندما كان زعيم المعارضة ستيفان ديون، وكان الليبراليون غير جاهزون لا ماديا ولا تقنيا ولا عملانيا للانتخابات، كان يطرح كل شيء في البرلمان ثقة. يعني حتى البعض كان يقول أنه تغيير المنيو في مطعم البرلمان كان يطرحه للثقة، كان يحرج الحزب الليبرالي في هذا الحين أنه إذا صوتوا معنا أو امتنعتم عن التصويت أنتم ضعفاء، وإذا صوتوا ضدنا ستذهبون إلى الانتخابات وتتنلون جزاء كبيرا، لأن الانتخابات واستطلاعات الرأي والاستعدادات هي مع حزب المحافظين. بعض الأحزاب يعني حتى لو كان عندهم أغلبية كانوا يوقعون حكومتهم مباشرة حتى يمنعوا الأحزاب الأخرى من الاستعداد. مثلا السيد جون كريتيان فاز في حكومة أغلبية ثانية في العام 1997، كان يمكنه أن يبقى حتى خريف 2001، لكنه في عام 2000 أوقع حكومته وذهب إلى الحاكم العام ونادى إلى انتخابات، وكان على أثر أنه يمنع حزب المحافظين من أن يحضر نفسه للانتخابات. حزب المحافظين كان قد انتخب ستوكويل داي زعيما للحزب، وكانوا يعتقدون أنه سيأخذ سنة ونصف ليرتب أوضاعه حتى تدعى للانتخابات. بعد أقل من 6 أشهر دعا جون كريتيان لحكومة لانتخابات مفاجئة، لم يكن الحزب المحافظين محضرا للانتخابات، لا باختيار مرشحينه ولا ماليا ولا على جميع المستويات، حتى أنه زعيم الحزب لم يأخذ موقعه جيدا داخل الحزب، وفاز جون كريتيان بحكومة أغلبية أخرى، يعني مدد صوته للعام 2004. هذه في بعض الأحيان هذا كان قبل التصويت على موضوع الانتخابات بفترة محددة. صحيح. حتى هذا ما زال عرفا، يعني يحق لأي حكومة. وتوضيح بس التوضيح، إسقاط الحكومة يعني حل البرلمان، صح؟ حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات. يعني يحق لأي حزب يعني اليوم أنه يقول لك أنه بعض النواب يتمردوا علي ولم يمنحوني الثقة، وأنه يذهبوا ويصوتوا ضد حزبهم أو يغيبوا عن التصويت. وفي هذا الحال يقال بالإنجليزية engineer your own defeat، أو يعني تحضر لأنك أنت لخسارتك الشخصية، لخسارتك بشكل عام. هذا يعني بس، ولكن على صعد أخرى يعني هذا سيف ذو حدين. قد تحضر نفسك للانتخابات وتذهب إلى الانتخابات على أساس أنه استطلاعات الرأي ستمنحك الأغلبية، ومن ثم تخسر. هذا ما حصل مثلا في كيبيك مع بولين مروا، كان عندها حكومة أقلية، ذهبت إلى البرلمان، كان حاكم العام لتنان جنرال، كانت تتمتع باستطلاعات رأي أكثر من 44%، وعادة 40% في استطلاعات الرأي تضمن لك أغلبية مطلقة. كان عندها 44% وكانت متوقعة أن تفوز بأغلبية مطلقة بسهولة. وضعت مشروع علمنة كيبك شارل ديفالور الشرعة الكيبيكية، والتي رفضها الكثير من الناس. ذهبت إلى الانتخابات، خسرت على أثر الانتخابات، وفاز فيليب كويار بزعامة زعيم الحزب الليبرالي بأغلبية داخل البرلمان في كيبيك. هنالك يعني أمثلة كثيرة على خسارات حصلت في هذا الشيء. ما نعيشه اليوم بالنسبة للسيد جوستان ترودو والحزب الليبرالي
شيء فريد من نوعه. الحزب الليبرالي اليوم عنده 153 نائب في البرلمان، يعني هو قاب قوسين أو أدنى من أن يحصل على 170 نائب، لكن يعني الجراحة التي حصلت للحزب الليبرالي وللسيد ترودو في هذه المرحلة كانت كثيرة. يعني كان هنالك العديد من المشاكل والسكاندلز، واليوم ما يحصل بموضوع السكان الأصليين واكتشاف المقابر الجماعية، الإخفاقات التي حصلت مع اختيار الحاكم العام السابق، والآن هنالك حاكم عام جديد السيدة ماري سايمون التي ستستلم منصبها في 26 من الشهر الجاري الأسبوع القادم. لا زالت يعني ذيولة قائمة على السيد ترودو، مع هذا أنه هو في استطلاعات الرأي يقال أنه لن يحصل على أغلبية أو يكون قريب من الأغلبية، لكن كل يوم يمضي سيكون يعني وبالا على الحزب الليبرالي، لأنه الأحزاب الأخرى تتحضر أكثر فأكثر. يعني سنتكلم في هذه الحلقة عن مثلا استعدادات الأحزاب، يوما بعد يوم الأحزاب ستكون مستعدة لوجستيا ماليا من خلال وجود مرشحين في كافة المناطق، استراتيجياتهم ما زالت على الطاولة، يعني باستثناء حزب الخضر الذي يعني يمر في أزمة كبيرة مع زعيمة الحزب الحالية، كل الأحزاب الأخرى يعني تحضر نفسها تحضيرا جادا على جميع المستويات اللوجستية والدعائية والمالية، وسيذهبون إلى الانتخابات بمفاجآت كبيرة. عادة مدة شهر هي طويلة في الانتخابات. في انتخابات العام 2015 قبل أسبوعين من الانتخابات الكل كان يتكلم عن أول حكومة ستكون بزعامة توماس مولكير للحزب الديمقراطي الجديد. خلال أسبوعين تغيرت الأمور كليا وذهب التصويت الاستراتيجي باتجاه السيد ترودو، وأعطى حكومة أغلبية للسيد ترودو، وذهب توماس مولكير يلملم جراحه ومن ثم ليعود إلى بيته فيما بعد في الانتخابات المقبلة عند انتخاب زعيم جديد للحزب الديمقراطي الجديد. هذا لن نراه حاليا في الحزب الديمقراطي الجديد، لأن الحزب الديمقراطي الجديد بزعامة جاغميت سينغ عنده 24 نائب، كل استطلاعات الرأي تقول أنه سيزيد عدته من النواب بأعداد كثيرة. الحزب البلوك كيبيكوا جاهز للانتخابات، جهوزيته عالية أكثر. الحزب الوحيد الذي يعاني هو حزب المحافظين، ولكنه مع الوقت مازال يحضر نفسه. حزب المحافظين دائما يفاجئ، لأنه في جعبته الكثير من الأموال، الاستراتيجيين، المتطوعين، النواب الحاليين والسابقين، في جعبته أيضا عدة أحزاب من أحزاب المقاطعات التي قد تدعمه. يعني الكاك في كيبك هو أقرب للمحافظين، ودوك فور عندك في أونتاريو هو المحافظين، وبراين بلستر في مانيتوبا من المحافظين، وجيسون كيني في ألبرتا من المحافظين. هنا عندك الكثير من المحافظات التي يحكمها المحافظون، وأنه هنالك تقارب أيديولوجي كبير بين المحافظات والمقاطعات والفيدرال على هذا المستوى، وقد يعني يأتيهم دعم غير مسبوق قد يفاجئ السيد ترودو في الانتخابات على عكس ما تقول استطلاعات الرأي. أستاذ حسن، أنت كنت تقول شيء بس نقطة مهمة سأوضح شيئا قلته في البداية عن قضية أن الحكومة قد تسقط نفسها بنفسها لتعود للانتخابات. عمليا هذا ما يحصل، ولكن نظريا وقانونيا ليس من الضروري. يعني حتى إذا ذهب السيد ترودو وقال أن البرلمان غير مستقر
وأنا سأستقيل ليس بإمكانه من الضرورة من الضروري أن يدعو الانتخابات. إذا الأحزاب المعارضة اتفقت فيما بينها على تحالف بإمكانها أن تشكل هي تقترح على الحاكم العام تشكيل حكومة بديلة، وهذا ما حاول الأحزاب المعارضة أن تقوم به في أيام ستيفن هاربر، وعندما اتفقت البلوك كيبيكوا الكتلة الكيبيكية مع الديمقراطي الجديد مع الليبراليين على أن يكون ستيفان ديور رئيسا للوزراء باتفاق ضمني مع هذه الأحزاب. ولكن ستيفن هاربر لعب لعبة وعلق أعمال البرلمان. خلال هذه الفترة قام الحزب الليبرالي بانقلاب ضد ستيفن ديون، وأصبحت هذا المقترح من بحكمه كان يعني. ولكن أمر يعني نظريا ممكن، ولكن قد لا أرى كيف بإمكان المحافظين أن يتفقوا مع الديمقراطيين الجدد لتشكيل حكومة بديلة عن حكومة تريدو. وبالتالي إذا قرر السيد تريدو أن يحل البرلمان أو أن يسقط حكومته ليعود للانتخابات، ستكون هنالك عودة للانتخابات. السيد تريدو يراهن على قضيتين. أولا أن عادة بشكل عام الحكومات الفيدرالية تعتمد بشكل عام على أصوات كيبيك وأونتاريو بشكل عام، لأن هي المقاطعتين يعني أكثر عدد سكان، يعني أكبر عدد سكان. وعندما نقول أكبر عدد سكان يعني أكبر عدد نواب. الذي يفوز بالانتخابات في أونتاريو وفي كيبيك يضمن الفوز. في كيبيك الصراع يعني رأس تقريبا بالتساوي ما بين الكتلة الكيبيكية والليبراليين تقريبا. في أونتاريو الآن داك فورد شعبيته قليلة في الانتخابات، متدنية جدا. في الانتخابات الماضية الليبراليين استراتيجية الليبراليين الانتخابية كانت ربط الحزب المحافظ في المحافظة في المعاقطة مع الحزب المحافظين في الاتحاد، والآن سيفعلونها أكثر مما مضى. سيقولون أن أوتول هو داك فورد وداك فورد هو أوتول، لأن أوتول شعبيته منخفضة جدا. هل ستبقى بسبب الجائحة بشكل عام؟ هل ستبقى الأمور على ما هي عليه؟ هذا من العوامل التي قد تدفع السيد تريدو للإسراع في حل البرلمان قبل أن يلملم السيد داك فورد يوضب بيته، وقبل أن يوضب بيته أوتول. ولكن كما قلنا يعني كله يتعلق بالجائحة، وأصل طلعات الرأي حتى الآن غير مريحة. وبالتالي ولكن الأحزاب بما فيها الحزب الليبرالي أو بالأحرى خاصة الحزب الليبرالي الآن تعمل وكأنها في حملة انتخابية. نرى أن السيد تريدو يذهب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ويعلن الاستثمارات في قطاعات متعددة من الاقتصاد الكندي. جاكمت سينغ وأوتول كذلك يذهبون يمينا ويسارا شمالا وجنوبا. يعني الأحزاب هي في حملة انتخابية مستمرة. الفرق الوحيد أن ما يصرفونه الآن في 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 الحملة الانتخابية لا يحسب، كما نعرف هنالك سقف للمصروف، سقف أعلى، يس، سقف أعلى للإنفاق على الانتخابات، على الانتخابات الذي ينفقونه الآن لا يدخل مش فيها. محسوب، لا مش محسوب، لأنه مش داخل ضمن حملة انتخابية رسمية. يبدأ العداد عند إعلان الحملة الانتخابية. الحملة الانتخابية لم تبدأ بعد، وبالتالي بإمكانهم أن ينفقوا. العائق أمامهم الآن، السقف الذي عندهم الآن، هو ميزانية أحزابهم، الميزانية الداخلية لكل حزب، وليست المفروضة من قبل القانون الانتخابات الكندي. أوكي، في عنا سؤالين لو نبلش في أول سؤال مع أستاذ حسن. بقول لك هل بهاء التميمي اللي هو عنا معنا على الكنترول، بقول لك هل الانتخابات كل 4 سنوات أم في سنة محددة؟ يعني أعتقد قصده إنه لو الحكومة هلأ انحلت وانتخبت حكومة جديدة، هل الحكومة الجديدة بتتم انتخابها لأربع سنوات جاي، ولا بتكمل السنتين وبعد السنتين نعمل الانتخابات؟ أستاذ حسن إذا فيك تجاوبنا. جواب واضح ومقتضب. ستنتخب لفترة 4 سنوات، يعني لا تأتي لتكمل عمر الحكومة المستقيلة. يعني يبدأ من الصفر 4 سنوات منذ انتخاب الحكومة الحالية. حلو. السؤال في من الأخ أشرف العريض للدكتور نور.
بقولك هل تستطيع أن هل نستطيع أن نقول أن الديون المتراكمة على الفيدرالي أو على الحكومة الفيدرالية أعتقد سيكون حافزا للأحزاب المجرد التفكير في وراثة الحكومة الحالية؟ يعني قصده هل أعتقد أنه قصده أنه هل حيكونوا قلقين من أنهم يورثوا هالديون الكتيرة؟ يعني باعتقادي لا، لأنه في كندا بدأت الديون تزداد على الحكومات منذ العام 1970، يعني منذ رئاسة السيد ترودو الأب رئاسة الوزراء، ومن ثم في كل الحكومات المتتالية كانت محافظة أو ليبرالية كان هنالك مشاكل. يعني كريتيان عمل جاهدا على بلورة ميزانية متوازنة في البلد، ونجح فيها يعني مع قيادة بول مارتن لوزارة المالية، وبعد 6 سنوات من حكمهم قدروا أن يوصلوا لميزانية رابحة وسد بعض العجز من الديون. عدنا مع هاربر إلى الديفيسيت أو الميزانية الخاسرة، وما تبعه مع السيد ترودو منذ أن جاء إلى الحكم كل سنة يزيد 30 أو 20 مليار دولار، وبالجائحة يعني 700 دين كندا منذ السبعينات حتى الآن هو 700 مليار دولار، زاد عليها السيد ترودو حوالي 700 مليار دولار في سنتين، يعني دبل. يعني مع ديون كندا على مدة 30 أو 40 عام زاد السيد ترودو في سنتين إلى الضعف. نحن بلد من دول الصناعية السبع الكبرى G7، نحن بلد ذات اقتصاد كبير، هنالك نشأ إميجريشن على البلد، عدد سكاننا بازدياد، كل يعني السكترز الصناعية أو القطاعات الصناعية هي بتقدم ملحوظ وناجح، بالأخص في ما يزيد بموضوع الانفراستراكشر أو البنى التحتية التي تحنى بالاتصالات والمعلوماتية، وهي موضوع المستقبل إن كان في الذكاء الاصطناعي أو البلوك تشين أو منظومات الجيل الخامس من الاتصالات وما إلى ذلك. بس باعتقادي أنه الاقتصاد الكندي سيتوسع جدا، وهذا يمكنه أن يسد دين أو عجز أي ميزانية. الجزء الثاني المهم في ديون السيد ترودو على مستوى الاقتصادي هو ليس ما يسمى structural deficit أو خسارة خسارة أساسية يمكننا أن نسدها. الدين الذي يأخذه السيد ترودو اليوم هو على فائدة بسيطة جدا نظرا لانخفاض أسعار الفائدة على المستوى العالمي، يعني كندا تتدين من المصارف وتصدر بنود وتستعمل هذه بالريل ستيت وما إلى ذلك، وهذه الصكوك التي تصدرها الحكومة الآن هي يعني بأقل الفوائد 2.3% و1%، وهذا لا يعتد في الاقتصاد. يعني عندما كانت تستدين الحكومات في العام 1990 كانت تدفع فائدة 18% و19%، هذه خدمة الدين العام كان كبير. يعني لما استلم جون كريتيان الحكم كان 37 سنت من كل دولار في الموازنة يذهب إلى خدمة الدين العام. الآن نحن خدمة الدين العام ستكون ضعيفة جدا، وهي لأن الفائدة قليلة جدا على هذه الديون، ولن تكون مشكلة على المستوى الاقتصادي لا لحكومة ترودو ولا لأي حزب ثاني قد يستلم الحكومة بأن يتعامل مع هكذا دين. طبعا أنا بس أقول كمان أعتقد أنك بتوافقني رأي أنه 700 مليار دولار هلأ مش زي 700 بالسبعينيات أو حتى 100 بالسبعينيات، يعني لما نقول أنه زاد، وخصوصا برضو أنه خلال هاي السنتين كانت أزمة الكوفيد الغير متوقعة. المهم أكثر من الرقم هو سعر الفائدة بالضبط، يعني التضخم يلعب دور كما أشرت،
ولكن هذا شيء مهم. على دائما كان الأستاذ حسن يطرح أنه ترودو يصرف كأنه لا يخشى الفقر، أو هذا كان جزء من وجوده بحكومة أقلية على أنه يحضر دائما للانتخابات، يحاول أن من خلال برامج رسمية ومن دون مخالفة القانون أن يشتري الناخبين، وأن يقول أنه نحن سنصرف هنا ونصرف هنا ونصرف هنا، ولا يصرف من جيبه ولا من جيب الحزب الليبرالي، هذه أموال دافعي الضرائب، ويحاول أن يقول أننا نحن كحزب سنكون جانب الناس. بالفعل يعني أخطأ كثيرا، لأنه معظم الأموال التي دعمها كانت دعما للبنوك يعني، وهذا والآن إذا نظرت إلى ما نتائج البنوك في السنتين السابقتين وبالأخص هذا العام، أن البنوك كانت أموالها خيالية من ناحية الأرباح، فأرباحها كانت مستدامة وكبيرة وأكبر من السنين العادية، ولم تكن هذه البنوك بحاجة إلى الدعم. فباعتقادي أن الكثير من الأموال التي صرفها ترودو في هذه الجائحة دعما للبنوك كانت هدرا من أموال الشعب العام، وهذه ستعود عليه بالفائدة بأموال اللوبينج وما إلى ذلك، لكن لن تعود على الشعب الكندي بالفائدة. سندفع هذه الأموال من خلال الضرائب كشعب. طبعا دافع الضرائب في كندا دائما هو اللي بتيجي على رأسه هاي الضربات. بس هلا خلينا ننتقل للموضوع الثاني والموضوع المهم. أستاذ حسن عندك كلمة قبل ما عندي لأجيب أخانا أشرف، الأستاذ أشرف سأل السؤال. خلينا حنيجي للأسئلة، بس خلينا أول شيء نطلع الموضوع بعدين نرجع، لأنه متعلق بالذي قاله الدكتور نور. يعني بسرعة، أشرف يقول هل زيادة الديون للضعف من قبل ترودو هي ممكن لعبة انتخابية؟ هي زيادة الديون ليست لعبة انتخابية، ولكن الإنفاق هو لعبة انتخابية. يحاول إرضاء جميع شرائح، يريد إرضاء الناخبين بتوزيع الهدايا أو المنح أو المساعدات يمينا ويسارا، كما كنت دائما أقول ينفق كمن لا يخشى الفقر، على أساس أن الناس ستتذكر الذي استلأ المساعدة عندما يذهبون إلى صناديق الاقتراع. ولكن لو كان عنده مال، لو كان في الحكومة مال، لما اضطر لإضافة الديون. يعني هو الإنفاق لعبة انتخابية، أما إضافة مضاعفة الدين ليست لعبة انتخابية. طيب بالنسبة للموضوع الثاني اللي هو الاستعداد الأحزاب للهاي، طبعا شو ما بعرف هلا، باستثناء الحزب الأخضر اللي هو هلا يعني عايش في مشاكل ما عرفش إمتى بده يطلع منها، لكن كيف تجدون إنه الأحزاب الأخرى مستعدة، بالذات مثلا حزب زي حزب الديمقراطيين الجدد أو حزب المحافظين اللي هم يعني حزب المحافظين؟ إحنا عارفين إنه بالعادة الحكومة الفيدرالية يا ليبرالز يا كونزيرفاتيفز، ما بتيجيش ما عبرناش إجا غيرهم. فكيف استعدادهم، استعداد هاي الأحزاب، ومين المتوقع إنه يكون؟ يعني هلا إحنا عارفين زي ما قلنا الاستطلاعات إنه الحزب الليبرالي متقدم بشكل ضئيل عن بقية الأحزاب، لكن مين المتوقع إنه يا إما ينافس الحزب الليبرالي في القدام، أو مين يطلع أو مين ينزل من هاي الأحزاب؟ نبدأ معك أستاذ حسن. طبعا لا نستطيع أن نتوقع نتائج الانتخابات. الانتخابات تعرف نتائجها مساء يوم الانتخابات، يعني حتى كل هذه استطلاعات الرأي لا تؤكد. احنا مسأل عن استعدادات، ما بحكي عن التوقع، كيف مستعدين بالنسبة للاستعدادات. لكن إذا الأمور جرت على ما هي، طبعا المنافس الرئيسي هو حزب المحافظين، يعني هو نوع من الثنائية تقاسم السلطة ما بين المحافظين والليبراليين. ولكن الذي نراه الآن أن في كيبك مثلا الليبراليين والبلوك كيبكوا تقريبا مع بنفس المستوى، ولكن الذي نلاحظه أن حزب الديمقراطيين الجدد يتقدم كثيرا، يعني قد يضاعف عدد نوابه في البرلمان. يعني المفاجأة قد تأتي على حساب من؟ على حساب من الأحزاب؟ على حساب الجميع إلا في كيبك. يعني في كيبك تقاسم السلطة ما بين الليبراليين والكتلة الكيبيكية،
خارج كيبيك هنالك صراع بين ثلاثة: الليبراليين والمحافظين والديمقراطيين الجدد. الذي نرى أن حزب الديمقراطيين الجدد يتقدم لا يعني أنه يسرق يأخذ أصوات من المحافظين، يعني الذي يصوت للمحافظين عندما سيغير صوته أسهل أن يذهب للليبراليين أكثر مما أن يذهب إلى الديمقراطيين الجدد. ولكن في كثير من الدوائر هناك صراع ما بين ثلاثة أحزاب، من هنا قد يستفيد الديمقراطيين الجدد بالتقدم بالفوز في كثير من الدوائر. فاز الليبراليون بفارق صوت بسيط. إذا تغيرت اللعبة قد يفوز الديمقراطيين الجدد بأصوات ضئيلة أيضا. أما على الاستعدادات، أتصور أن كما تفضلت دكتور هشام، الأحزاب كلها تقريبا تستعد على قدم وساق. الديمقراطيين الخضر عندهم مشاكلهم، بينما الكتلة الكيبيكية تستعد، وتحالفها مع الحكومة في كيبيك، يعني هي التحالف من أجل مستقبل كيبيك أو الكاك، كلاهما عنده نظرية استقلالية. ولكن قد يفاجؤون، لأن سيد ليغو وإن كان قريبا أكثر من نظريات البلوك كيبيكوا، لن ينظر إلى البلوك كيبيكوا بعين الرضا كثيرا، لسبب بسيط: لأنه قد يخشى أن صعود الكتلة الكيبيكية قد تساعد خصمه الاستراتيجي الذي هو حزب الكيبيكي لبارتي كيبيكوا. ومن مصلحة ليغو أن يتحالف مع من سيفوز بالحكومة، الذي هم ليغو هو أن يأخذ أكثر امتيازات ممكنة من الحكومة الفيدرالية، وهو يعرف أن السيد بروشيت لن يفوز بالانتخابات، لن يكون رئيس حكومة. من هنا السيد بروشيت تحالفه مع الكاك تحالف مهتز إلى حد ما. نعود إلى الاستعدادات. كل منهم، كل حزب من هذه الأحزاب، الاستعداد هو بعدة أمور. أولاً تعيين المسؤولين عن الاستراتيجية الانتخابية، وأتصور كلهم لأنهم كلهم يتصورون أن الانتخابات قد تعلن بين ليلة وضحاها، لا يريدون أن يؤخذوا أن يفاجأوا. وبالتالي المنظمات الانتخابية تقريبا جاهزة عند الجميع. الاستعداد الآخر هو الأموال، ومهما جمعوا من الأموال قد يجدون يوم الانتخابات أنها لا تكفي، ليس هنالك سقف، إذن يسارعون بجمع التبرعات وحث مناصريهم لدفع التبرعات، واستقطاب المرشحين في الدوائر 338. لا أتصور أن أي حزب عنده الآن 338 مرشح. البلوك كيبيكوا لا يريد 338، البلوك كيبيكوا عنده يريد فقط 78 مرشح، لأنه هو فقط يترشح في كيبيك، وفي كيبيك 78 مقعد. ولكن الأحزاب الأخرى كل حزب يحتاج إلى 338 مرشح. لا أتصور أن أي من هذه الأحزاب عنده 338 مرشح. الاستعدادات أوتول إضافة إلى جمع التبرعات، وإضافة إلى التنظيم الانتخابي، وإضافة إلى تجنيد إيجاد المرشحين، عنده مشكلة أخرى، وهي السيطرة على الأصوات المتمردة داخل حزبه. يعني أوتول للفوز بزعامة حزب المحافظين شيء، والفوز في مركز رئيس وزراء كندا شيء آخر. يعني إذا بإمكانه أن يرفع شعارات يمينية ليفوز بزعامة حزبه، ولكن إذا استعمل هذه الشعارات نفسها في الانتخابات العامة سيسقط، لأن كندا ليست على اليمين كمناضلي حزب المحافظين. وبالتالي وصل أوتو إلى زعامة حزب المحافظين بتحالفات مع بعض اليمينيين داخل الحزب المحافظين، وعندما وصل إلى زعامة الحزب بدأ يحاول أن يكيف برنامجه مع برنامج كما يقولون مينستريم، أو الخط العام للناخب الكندي، وهذا ما يشكل بمسألة الإجهاض مثلا، هذا أحد الأمثلة، وأمثلة أخرى البيئة. وبالتالي أوتول عنده مشاكل يواجهها داخل حزبه، وهذا ما يحاول السيطرة عليه، وحتى الآن يسيطر عليه شيئا فشيئا. ولكن الذي يفعله الليبراليون
دائما يضعون إلى الأمام ليس فقط موقف أوتول كشخص أنه هو كما يقولون يعدل الأمور داخل الحزب، وإنما يضعون إلى الأمام في 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 الواجهة توجهات اليمين داخل الحزب المحافظ الذي يحاولون عرقلة أوتول. إذن أوتول عنده هذا التحدي، ويجب أن إذا لم يتغلب عليه سيدفع ثمنه غاليا. إلك دكتور نور، شو رأيك في استعداد الأحزاب؟ وفي عندي شغلة يعني من اللي حكى الأستاذ حسن، إنه دائما اللي بفوزوا، طب احنا عارفين الليبرال أو في الفيدرالية الليبرال أو الكونزيرفاتيفز، ليش ما بيفوز الاندي بي؟ هل ما بيكون مستعد؟ هل في يعني ما بعرف ليش ما بيفوزش بشكل عام؟ يعني اولا انا ساخوض بعض الشيء في الارقام، يعني التي الاستاذ حسن حكى بالمجمل العام والاستراتيجيه على المستوى العام. الانتخابات هي دائره، يعني كل حزب يكون له مرشح في دائره معينه، هنالك 338 دائره في كندا. معظم الاستراتيجيين السياسيين يعرفون انه اي حزب الليدر او زعيم الحزب قد يعطي الحزب زخما بقيمته 50% من ما يحصل عليه في المجمل العام. الحزب بحد ذاته قد يعطي بحدود 20-23%. المرشح في الدائرة أكثر ما يعطي هو 7% في دائرته ماكسيم، وقد يبدأ ب7% وينزل نزولا قد لا يصعد. يعني تجيب مرشح بتزته في دائرة بيبقى نظيف 100%، ببلش ب7% وممكن ينزل، لكن اللي بيعطيه زخم هو زعيم الحزب، هي طروحات الحزب، وكل حزب يعني بيأتي ببوليسي بوك أو كتاب سياسات سيطرحها. بالدعاية الإعلانية كل الأحزاب استراتيجيا على مستوى العالم، بالأخص يعني في الدول الديمقراطية، بتطرح أكثر شيء 5 سياسات. يعني بيقولوا لك شو هي ال5 سياسات الأكثر طرحا، والآن الأحزاب بيعملوا تستينج للمسجز لحتى يشوفوا شو هي الأهم بالنسبة، هل هي الاقتصاد، هل هي التعليم، هل هي البيئة، هل هي الصحة، هي شو هو اللي بده يكون ب5 سياسات الذي سيطرحونها بالبروشورز والفلايرز والمنشورات تبع الأحزاب. بيرجع عندك تحضير الرايدنج أسوشيشن أو الدائرة الانتخابية ماليا، يعني نحن يحق لكل حزب أنه يصرف في الانتخابات العامة على مستوى الوطن سنترالي هذا بحدود 23.5 مليون دولار، ولكن في الدائرة بيقول له يصرف على كل ناخب $10، يعني مثلا في دائرة معينة بحق للناخب للمرشح أنه يصرف $100,000. فهل أنه رايدنج أسوشيشن أو الدائرة الانتخابية عندها $100,000؟ فالحزب بده يصرف على المستوى العام دعايات بالتلفزيون وبالفيسبوك وما إلى ذلك، ومن ثم المرشح في دائرته بده يحط ساينز بالشوارع ومنشورات ودق على الأبواب وما إلى ذلك ومكتب انتخابي ويحاوله سقف، ويبدأ العداد منذ اللحظة التي تعد الانتخابات. يعني قد يمكنك أن تصرف ما تشاء قبل الانتخابات، واليوم الأحزاب الأساسية كلها جاهزة، يعني الحزب الليبرالي، الحزب المحافظين والحزب الديمقراطي الجديد بيقولوا لك أنه حجزوا طائرات حتى ينقلوا فيها زعيم الحزب والفريق اللي معه من بداية من شهر آب. يعني عنده المعلومات أنه بنصف شهر آب ممكن يطرح زي رئيس الوزراء جوستن ترودو الدعوة إلى الانتخابات، وأنه ممكن يكون هنالك انتخابات في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر أو أواخر سبتمبر، وعلى أساسه الأحزاب صارت مستعدة دائما لأنه يكونوا جاهزين للانتخابات. كل الأحزاب في جعبتهم عندهم أكثر من $23.5 مليون، يعني ما زالوا يأتون بالتبرعات، فسيكون جاهزون
سيكون الأحزاب الثلاثة الأساسيين جاهزين لدعم لصرف كل المبالغ المطلوبة على المستوى العام في كل الدولة. لا تبقى يعني تحضيرهم لإيجاد مرشحين في كل الدوائر. أكثر حزب حاضر حتى الآن في كل الدوائر هو حزب المحافظين، عنده صار كونفيرم 243 مرشح من 383، بيليه الحزب الليبرالي عنده 192 مرشح. يعني مع أنه الحزب الليبرالي عنده أكثر عدد من النواب وأغلبية نواب يعاد انتخابهم من 153 يعني. إلا أنه ما يعني قد تكون يكون تكتيك من الحزب الليبرالي أنه نحن لا نجهز لأننا لا يكون هنالك انتخابات وسيفاجئ الجميع. الكل يعرف أنه في اللحظة الأخيرة هنالك ما يسمى paper candidate أو مرشح على ورق، مرشح على الورق. أستاذ حسن بالفرنسي يقول كانديدات بو، هذا الناس بتعلق صورته على العمود بس. كانديدات بوتو يعني كانديدات عمود بيصور بيعلق صورته على العمود، صورته على العمود. هذه المرشحين تأتي باللحظة الأخيرة. الحزب الديمقراطي الجديد صار عنده 100 مرشحين جاهزين، هذه يعني استعداد مسبوق للحزب الديمقراطي الجديد انه في هذا الوقت قبل ان تدعى للانتخابات انه يكون جاهز ماديا، انه يكون الليدر تبعه يجول المناطق كلها، يتمتع باستطلاعات راي اعلى من الشأن العام، وانه يكون عم بيكون عنده حضور اعلى بالنسبه للمرشحين، لانه الأحزاب تبدأ أن تركز مرشحينا بالأماكن اللي عندها حظوظ أوفر أن تربح. يعني المرشح الورقي بيطرحوه بساعة الصفر باللحظة الأخيرة وبيزيدوا له أسماء. حزب الخضر عنده 39 مرشح حتى الآن فقط. كل الأحزاب تحاول أنه يكون عندها استراتيجية باستقطاب مرشحين بما يسمى بالماينوريتيز، إن من ناحية الومن أو الانديجينس بيبل أو الفيزيبل ماينوريتيز أو الراشيلايزد كانديديتس أو من الـ LGBTQ كوميونيتيز أو من اليوث، وكل حزب على مثلا حزب الـ NDP عنده 50% من مرشحينه حتى الآن هن من النساء، عنده 16% من مرشحينه هن من السكان الأصليين، عنده 33% من المرشحين اللي عنده هني من الفيزيبل ماينوريتيز او الراشيلايزد كوميونيتيز، 18% هني من LGBTQ، 11% هني من الشباب. عندك مثلا حزب المحافظين يأبى انه يعطي معلومات، عنده 240 مرشح بس بقول لك انه عندي كثير من الفيزيبل ماينوريتيز وعندي كثير مرشحين مسلمين. الحزب الليبرالي عنده 43% منهم من النساء و7 انديجينس بيبول و20% من الراشنالايزد ماينوريتيز. كل الاحزاب بتعرف انه هذه الفئات تمثيلها اقل من المطلوب في البرلمان، وهن عم بيقوموا بسياسه استراتيجيه لاستقطاب مرشحين اكثر على امل انه يكونوا هودي نواب في المستقبل، وانه بيستعملوها فور ابتكس بس للصورة أنه نحن عندنا هؤلاء المرشحين. الحزب الخضر عنده 41% مرشحون حتى الآن، 6% من السكان الأصليين، 11% من الراشيلايزد ماينوريتيز، 15% من الشباب بس، ولكن يعني الأرقام تتغير كثير عند الخضر لأنه عندهم بس 39 مرشح حتى الآن. باعتقادي أنه الحزبين الرئيسيين المنافسين للحزب الليبرالي، حزب الـ NDP وحزب المحافظين، أني على استعداد كامل، وهذا قد يكون يشكل أزمة لرئيس الوزراء السيد ترودو، علما أنه في الغرب الكندي ووجود حيث هنالك يوجد نواب كثيرين للحزب المحافظين، سيد إيرن أوتول يزور هذه المناطق الآن حتى يفرغ نفسه إلى المناطق التي سيحصد منها على نواب في أيام الحملة الانتخابية. يعني لن يزور مثلا ألبرتا
أو دوائر فيها نواب للمحافظين في وقت الانتخابية سيركز على كيبك مثلا أو على أونتاريو. حزب الديمقراطيين الجدد يتمتع بحضور جيد جدا، أرقامه عالية للغاية، وهذا يعني في هنالك دوائر كثيرة كما أشار الأستاذ حسن في 3-way race، بيبقى 3 مرشحين عندهم الحظ بالفوز، فهذا سيعطي أفضلية كبيرة للحزب الديمقراطي الجديد أنه يربح بعض المناطق مباشرة، وأنه غريمه في بريتش كولومبيا كان يأخذ منه أصوات كثير هو حزب الخضر، ففي أزمة حزب الخضر اليوم هذه قد تعطي دفعة معنوية كبيرة ورقمية كبيرة للحزب الديمقراطي الجديد، قد يحصل على مجموعة كبيرة من النواب في بريتش كولومبيا، علما أنه زعيمه جاكميت سينك وربح سيت تبعه ببريتش كولومبيا، وأنه وجوده ببريتش كولومبيا كان أعطى زخم قوي. أضف إلى ذلك أنه في بريتش كولومبيا جون هورغان هو البريمير أو رئيس وزراء في بريتش كولومبيا، عنده حكومة أغلبية مطلقة كبيرة، 57 نائب في برلمان بريتش كولومبيا من الحزب الديمقراطي الذي أصل 87، وأنه نواب أعضاء الحزب الديمقراطي الجديد بالبروفنس وبالفدرال هني نفسهم interchangeably، فسيكون لديهم العدد أعداد الكبيرة من الفولنتيرز أو المتطوعين واللي هني أغلبهم موظفين داخل حكومة بريتش كولومبيا هنالك، وهذه ستعطيهم زخما كبيرا. في ألبرتا الحزب الديمقراطي الجديد يتمتع على المستوى المقاطعة بشعبية كبيرة، علما أنه يعني ريشل مطلي كانت رئيسة الوزراء، وفيما لو صارت الانتخابات اليوم قد تربح ريشل مطلي حكومة أغلبية في بريتش كولومبيا، هذا سينعكس إيجابيا على الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا، علما أنه الحزب الليبرالي خسر كل أصواته في ألبرتا، هنالك نائب واحد في البرلمان في مدينة أدمنتون من الحزب الديمقراطي الجديد، 33 نائب محافظين، قد يخسر المحافظين بعض النواب لمصلحة حزب الليبرالي في ألبرتا، وهذه ستكون نكسة كبيرة. في مقاطعة مانيتوبا وساسكاتشوان حزب الـ NDP يتمتع اليوم بأرقام أعلى بكثير، قد تعطيه بعض النواب في ساسكاتشوان وفي مانيتوبا على حساب الحزب الليبرالي، قد يخسر الحزب الليبرالي بعض النواب لمصلحة حزب الديمقراطي الجديد في ساوث وسترن أونتاريو، مثلا في وينزر، في أسكس، في لندن أونتاريو، قد يخسر بعض وهذه النواب على مستوى البروفنس، هي الآن تتمثل في أونتاريو بنواب للحزب الديمقراطي الجديد، قد تنقلب على المستوى الفيدرالي للحزب الديمقراطي الجديد على حساب الحزب الليبرالي. الحزب الليبرالي قد يربح بعض النواب في مقاطعة أونتاريو على حساب المحافظين. حزب المحافظين ليس في يعني أحسن حالته، يقال أنه إيرن أوتول قد يحصل على حوالي 100 نائب في البرلمان حسب استطلاعات الرأي اليوم، وهو أقل مما حصل عليه أندرو شير في الانتخابات الماضية وهو 121، وهذه قد تكون يعني المسمار الأخير في نعش زعامة إيرن أودول، وقد يذهب إلى البيت بعدها مباشرة في مفاز. تقدم الحزب الليبرالي هو ليس لتقدم الحزب الليبرالي ولكن لضعف إيرن أودول. على فكرة جمال، في حال عاد إيرن أودول بقوة في وقت الانتخابات، إن من ناحية المسج أو من ناحية وجود النواب الجاهزين أو المرشحين الجاهزين أو من ناحية صرف الأموال، فهذا سيغير المعادلة كليا. حتى الآن نحن لا نرى الصرف الكثير، مثلا في الشهر الماضي الحزب الليبرالي صرف بحدود $112,000 دعايات على الفيسبوك للأكاونت تبع جوستان ترودو، بمقابله حزب المحافظين صرف $30,000 فقط.
ففي حال تغيرت هذه المعادلة وأن حزب المحافظين لديه في جعبته الأموال الكثيرة وصرفها وقت الانتخابات قد تتغير المعادلة كليا. أستاذ حسن كنت بدك تقول شيء قبل تعقيبا على كلمة الدكتور نور عندما قال تقدم الحزب الليبرالي أن يكون نصر الحزب الليبرالي بقدر ما هو لضعف الحزب المحافظين. هنالك قاعدة ذهبية في الانتخابات في كندا وتصور عالميا، ليس هنالك أي حزب ينجح في الانتخابات، هنالك من يسقطون في الانتخابات. بشكل عام الناس تصوت ضد هذا السياسي أو ضد ذاك السياسي بقدر أكثر مما يصوتون حزب معين. نعرفها في الانتخابات الأخيرة، الناس ذهبوا وصوتوا بكثافة لأنهم يخافون من نصر المحافظين. وقد يحصل نفس هذا الشيء، نفس الشيء بأونتاريو، يعني فوز المحافظين كان بسبب كره سكان أونتاريو الشخصي لكاثلين وين يعني قد تتكرر نفس النتيجة التي حصلت عام 2019 لخوف الناس من حزب المحافظين. ولكن الديمقراطيين الجدد في هذه المرحلة أقوى نسبيا مما كانوا عليه 2019 كانت أول حملة انتخابية يقودها جاكمت أوسينغ، وكثير من الناس لم يأخذ جاكمت أوسينغ على محمل الجد لأنه ينتمي إلى أقلية دينية، يرتدي العمامة. المهم في كثير من الناس كانوا يتخوفون من جاكمت أوسينغ، بينما الآن بعد هذه الفترة بدأوا يعرفونه أكثر فأكثر، وبدأت الأمور تتغير، وقوة الحزب الديمقراطي الجديد قد تعطي فرصة للناخبين، يعني قد تكون عقبة أمام التصويت الاستراتيجي الذي شهدناه عام 2019. طبعا احنا داركنا الوقت وعدينا بدقيقة، لكن اعتقد انه حلقة كانت مهمة، واعتقد موضوع مهم بالنسبة حتى للمواطن العربي الكندي لحتى يعرف، لانه بجوز في كثير ناس ما كانتش عارفه انه راح يصير في انتخابات، كانواش عارفين ليش راح تصير وشو اللي راح يعملوا في الانتخابات. اعتقد هلا بتصير، فاعتقد السؤال المتبقي هلا، هل الناس مستعده للانتخابات؟ لانه زي ما احنا شايفين لساتنا نحن في ازمه الكوفيد، بعدنا ما طلعنا منها. كمان مثل ما ذكرتوا استاذ حسن ودكتور نور انه في انتخابات بلديه، واحنا كمان في اونتاريو في مقاطعات كثير عندنا الانتخابات المقاطعة بشهر 7، يعني كلها وراء بعض. يعني بس توضيح بسيط، الانتخابات البلدية اللي أشار إليها الأستاذ حسن هي بس في كيبك. الانتخابات البلدية في أونتاريو مثلا هي السنة القادمة بأكتوبر 2022. بس احنا في أونتاريو عندنا انتخابات أونتاريو اللي هي بشهر 7 السنة القادمة، مش هلا. بس برضه يعني قصدي انه شغلات قريبة على بعض، يعني احنا للسنة اذا عملوها بشهر إذا الانتخابات كانت بشهر 9 معناته أقل من سنة رح نروح إحنا في أونتاريو على انتخابات تانية. دكتور هشام، أهم شيء ألا تكون في نفس الوقت، يعني عندما يسمع الناس الدعاية الانتخابية على التلفزيون أو يمرون في الشوارع ويرون صور المرشحين ألا يكون هنالك. طبعا بس قصدي انا قصدي الناس فرق اشهر لا ما في مشكله، دائما تقول دائما احنا في كندا دائما في انتخابات، يعني اذا كانت انتخابات عندك انا حكيت انا حكيت خصوصا انا عارف احنا هاي بتصير طبعا كل شوي انتخابات، حكيت خصوصا بظروف كوفيد والناس اللي عملوا الكوفيد، وهذا اعتقد الناس بدها تاخذ نفس صارت يعني، ف ما كانتش لأنها مش متوقعة بالذات إنه الانتخابات الفيدرالية تتم هلا وبعدين يعني كانوا متوقعينها بشكل تاني، فما بعرف يعني وضعنا أحسن هلا لأنه يعني خلال كوفيد كان هنالك انتخابات في نيو برانزويك بنيوفاوندلاند لابرادور وببريتش كولومبيا، لم تحصل انتخابات في كيبيك أو أونتاريو. اليوم انتخابات فيدرالية يعني بعد فتح المدن لن يكون هنالك أي مشكلة، وستحصل الانتخابات باعتقادي في يعني في شهر سبتمبر أو أكتوبر إن شاء الله، لأن أو تحصل أو ما تحصلش، المهم إن شاء الله إنه عن جد تخف الشغلة، لأنه هلا عم بقولوا في متحورات جديدة وإن شاء الله ما نرجع للي كنا عليه، لكن بنتأمل طبعاً إنه الأمور تتحسن، نتأمل إنه يعني سواء صارت انتخابات أو لا تكون الناس جاهزة ويكون والأحزاب تكون مستعدة.
بالآخر بحب أشكركم أستاذ حسن دكتور نور، أنتوا دائما طبعا اللي بتسروا الحلقة بالمعلومات، وإن شاء الله نكون وصلنا اللي بدنا نوصله للجالية العربية وغيرها حتى من الناس. في نهاية الحلقة بحب أشكركم على تواجدكم، وبشكر المستمعين وتفاعلهم معنا، وشكرا لكم. بنشوفكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة وموضوع جديد، وأيضا زي ما عودناكم مواضيع دائما مهمة ومواضيع يعني على المحك زي ما بقولوا. تصبحوا على خير ونشوفكم الأسبوع القادم. تصبحون على خير. تصبحون على خير. السلام عليكم.